السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مروان فاضل الزبيدي، بكالوريوس آداب علم آثار من جامعة بغداد، وأعمل في مجال الإعلامي منه العربي والعالمي، وسفير النوايا الحسنة لمنظمة بيردر أسوسيشن فور ذا أدفيسمنت فور أوف فيزيبل مينيتريز. أتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيد راف ومنظمته الموقرة على منحنا الثقة، وكلنا أمل على أن نعمل معا يدا بيد من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وخلق الوعي المجتمعي واسترداد الحقوق المسلوبة والمهدورة، وذلك من خلال تمكين المرأة والطفل ثمرة المستقبل، والدفاع عن حقوق التنوع العرقي وذوي الإعاقة واللاجئين، وأن نعمل من أجل أو من دافع ومنطلق الإيمان بأن الحقوق هي هبة الله للإنسان بعيدا عن أي نوع من التميز في هذه الحقوق التي تولد مع الإنسان، وعلينا أن نعمل في المحافظة عليها وتوفير كافة مستلزمات الحياة الأساسية من حق التعليم والصحة والعمل والمساواة بين أفراد المجتمعات عموما، والتصدي لأي اعتداء عن هذه الحقوق، فضلا عن تحديد جوانب الإخفاق والإهمال تجاه هذه الحقوق من أجل أن تنعم البشرية بالحياة الهادئة والسلام العالمي. وبالطبع فإننا لم نتمكن من تحقيق كل هذه الأهداف دون نشر مفاهيم حقوق الإنسان وخلق التوعية المجتمعية والعمل يدا بيد من أجل دعم حقوق الإنسان في العالم.